انا دابا في حج فتح و تن غادي نشوف ان شاء الله صحابي كي نشوفهم كي دوزوا نهارهم وبخير لخير. اي بيس واش لا فامي لاباس عليكم؟ الحمد لله اش كتعاودوا؟ مرحبا مرحبا. انا هنايا انا في هذا هو المسجد حج فتح وهذا هذا البلاصه سميتها حج فتح هنايا و تنقول لكم مرحبا ألف مرحبا وزيد عليكم تن غادي نبارطاجي لكم هادشي اللي تندوز و كي باقا تمكني لاباس عليك الحمد لله. ان شاء الله ها هو هذا حج فاتح الاسم ديالو الحج فاتح هذا المسجد. انا كنا هو تنقولوا لي حج فاتح الاسم ديالو عبد العزيز ابراهيم ابراهيم باش نزومي ليكم تشوفوه. احنا دابا مع وقت الاذان وتنبغي نقول لكم نقول لكم ان شاء الله غادي نمشي على تي تطبيق عندنا دابا ياك البطاقه ديال شنو كتبغي تندير تندير لي فلوغ وتندير اي حاجه فنيه مزيان كتعرف صغير حالو حنا غادي ندوزو الصديق ديالنا واخا الفنان ديالنا السي الفنان. مرحبا ودي السي الفنان الحمد لله خويا فؤاد وخويا رشيد هذا هو المحل ديالهم ان شاء الله الا بغيتو تجيو عندو ان شاء الله. ها هو مرحبا خيات الاسره. سالي صافا صافا هادي دي عثمان هذا الاخ سميتو عثمان هادي دي كاس لعثمان لا بخير لا الحمد لله. وغادي نشوف الاصدقاء مرحبا الجميع و بيس يو يو على فيديو انا راجع عندك انا راجع ناس هاد القيصاري زوينه ولا بغا يجي شي واحد الصديق ديالنا ها هو صالون الوجدي هيكون وانا جيت نشوف الاصدقاء ان الاحباء مرحبا بجميع وانا جيت ندير لي فلوغ عندكم هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ياسين مشاي الفنان ديالك الحمد لله احنا غادي ندوزو في قناه في يوتيوب بارك الله فيك. الله يبارك فيك سي مشعل. انا الفنان الحمد لله احنا ديديكاس سي مشعل بحال عبدو مرحبا خالي مرحبا يا كوبيرايت نسيت شير كوبيرايت سمحوا لي علي كوبيرايت غادي نقدر بحال وينو هاد المونتاج اللي لا متنصور فيا انا مهدي حسين اسماعيل مهدي حسين اسماعيل حماده لا لا مهدي حسين لا تنكتب انا وليد كيف تكتب عفوا حط كيف اجل اجل اش اي اس ابلتي اس اي اكزاك اي اكزاك اي ان اي ان اي ان اي ان ما كاينش ابون مرحبا ان شاء الله نشوفوا صافي ندير من الوقت لا تسالوا اكثر. السلام عليكم كدير اخوتي لاباس عليكم انا معكم معايا اخويا سعيد غادي ندوز القناه ديال اليوتيوب ان شاء الله. هادي ديكاس سعيد دهيمي صابر سي صابر شكرا لكم المشاهدين ديال السي مهدي تعاونوا مع الفنان ديالنا الله يسهل عليه وحنا نوريكم المحل ديالو ها هو مجاور سفيان الحمد لله انا معكم
انا متجه لواحد السائق ديالي عزيز علينا. ها هو نيت المحا ديال خويا يوسف عند خياط عنقه خياط العصير ديال الجيرمان ساء اصلاح ورتوش. مرحبا. ان شاء الله ها هو ديديكات ليوسف. هنا موجود معكم هنا و راني دايز ان شاء الله بيس وغادي نرجع واحد شويه معكم ان شاء الله باذن الله تعالى. وهذه القصه ديال الحاج فتح. هذا الطبق الاول ما كاينش طبق ثاني. هذا هو المحلات هنا اللي بغا يجيو عندو عند الاصدقاء هنا وكل شيء. كاينين بزاف الناس. وانا معكم. السلام عليكم. نعاودو. هادو الحاج جامع حاج فاتح هنايا. كاين حدا مخبزة مخبز بلادي. وحنا دابا في قيصريه عند الاصدقاء هنا. ومرحبا بكم. ودوزنا هاد النهار هنا. هذا ماشي تتيما. تشوفوا اللبسه اللبسه اللي لابس ماشي اللبسه ديال البارح اللي عطيت اللي حطيت فيها خريجه في الدريج خريجه في الجريده. تقول عليه هذه اليوم غد ليه باش ان شاء الله تشوفوا الحاج فتح كي داير. واحد شويه غادي نخرج ونشوفوا الناس كيفاش قداش الناس خارجين في هذا الوقت. مرحبا. انا جيت نخرج هنا شويه نشوفوا الدنيا كيف كيف دايره. مرحبا بالجميع. واه الدنيا زاهيه شويه مزيانه. وحنا اذا تسمحوا لي خفت لي يدي. انا جيت نضرك واحد البلاصه باش مي راه تشوفوا الناس دابا عامر هنا. ودي تكاس الجميع. الدنيا زاهية و دابا انا معكم. وغادي ندوزو هاتي اصدقاء هنايا نبغى الله وان شاء الله تنقاد الامور ديالي وانا معكم. مبغيتش تسلم حاجة للجماعة والله.
دنيا شويه 2400 دنيا شويه دابا خاويه كتبغي العامره وان شاء الله هيكون تكون هاد الليله زوينه زاهيه وغادي نمشي واحد الزنقه باش مي باش نكمل معكم لي فلوغ انا غادي نرجع لكم لا الله تجوني هاد المحله ديال العصافير هنا وشوف واحد شويه غادي نرجعوا للدار يوك يوك I love you too يو يو السلام عليكم كي داير لاباس عليكم الحمد لله اش كتعاودوا انا معكم ديما غادي نكمل حيت مع البارح جيت عيان وما كملتش الفيديو البارح في الليل كملت اليوم لا غادي ان شاء الله اليوم غادي ندير المونتاج ديالي وان شاء الله مرحبا وقف مرحبا وانا معكم ديما في القلب نتوما ان شاء الله نبداو بشي حاجه ان شاء الله هذا النهار الا كنا غادي نبداو شي حاجه ومرحبا بكم وانا موجود وانا في البالكون ديالي ها هو هذا هو البالكون ديالي خاص بيا هو هذا ونكمل الفلوغ ديال الصحابي العزاز في تاع الدوم باش ان شاء الله كاينين في حاج فاتح ان شاء الله انا معكم بيس سمحوا لي بزاف وانا معكم تقدر ندير لي ليكم فلوغ قدر تغدا ان شاء الله تنشوفكم ان شاء الله من بعد راكم اعزاز وغادي مرحبا